احنا واخدين اجراءات احترازيه كبيره جدا علشان نتاكد من ان كل الطلبه وكل العاملين في الجامعه هيبقوا في امان. واحد ان احنا طالبين ان الكل يلبس الماسكات all the time اثناء وجودهم في الجامعه جوه قاعات المحاضرات او بره قاعات المحاضرات. تاني حاجه تقريبا 80% من الطلبه بتوعنا والاساتذه والعاملين في الجامعه حصل لهم فاكسينيشن، خدوا التطعيم اوريدي، ونسبه التطعيم العاليه ديت سمحت لنا ان احنا نفتح الجامعه. زائد التطعيم احنا كمان بنطلب من الناس اللي هم مش واخدين التطعيم ان هم يعملوا اختبار للفيروس اسبوعي، والاختبار دوت بنقول فيه بنقرر عليه هو يروح، لو هو طلع ايجابي فهو هيرجع تاني يبقى موجود في البيت، لو هو سلبي يكمل يجي الجامعه. التعليم اونلاين ليه مميزات وله عيوب، لكن من اكبر عيوب التعليم اونلاين ان الانشطه الطلابيه والتفاعل مع الاساتذه بره قاعات المحاضرات ما هوش موجود. دلوقتي احنا بنرجعه تاني، بنرجع الحياه الطلابيه تاني. الحياه الطلابيه مش عباره بس عن انك تاخد كورسات جوه قاعات المحاضرات، هي اكبر من كده بكتير جدا. اكني انا يعني كان اول يوم ليا في الجامعه بالرغم ان بقالي سنه، لكن اول يوم هنا احتك بقى بالحياه الجامعيه زي ما بيقولوا والنشاطات المختلفه. وحشتني محاضرات، وحشني قوي اللابز لما بنشتغل بايدينا. اونلاين الصراحه ممل قوي، يعني كل حاجه بنتفرج على حاجه، مفيش انتر اكشن. كده كده احساس احسن بكتير من الاحساس بتاع ان احنا نكون في البيت، يعني احساس حماس واحساس ان انت تكون في الانفايرمنت بتاع انت تقدر تتعامل مع بروفيسور دايركتلي وتقدر تتعامل مع ستودنتس تانية وتتعرف على ناس جديده، احساس احسن بكتير.